لا أنا نعم بالراحة، لأنه منطقتنا العربية كانت ولا تزال طبعا موضع طمع الغرب الأوروبي والغرب بوجه عام على مدى قرون، على مدى قرون. يعني لما نتذكر احنا الدولة العربية الممتدة من غرب الصين إلى الأندلس، كانت هي العالم القديم كله، وهي تؤثر في تاريخ العالم بشكل كبير. وعندما يقولون انه عصر النهضة في أوروبا، ينسون تماما انه الذين وضعوا قواعد هذه النهضة هم العرب في إسبانيا وفي إيطاليا وفي الشرق الأوسط اللي يسموه الشرق الأدنى، اللي هو بلاد الشام وهذه المنطقة. فهذه المنطقة كانت موضع أطماع كبيرة جدا. وكما تعلمون عندما بدأت الحروب الصليبية منذ حوالي 1000 عام، لم تتوقف أوروبا عن محاولة العدوان علينا، وآخرها في العصر الذي يعني القرن 19 نابليون. وعند نابليون قررت أوروبا العودة إلى منطقتنا بهجوم جديد. في القرن 19 هجموا علينا طائفة من الرحالة ومن الجواسيس ومن المستشرقين ومن غيرهم، كلهم يمهدون إلى كيفية إعادة احتلال هذه المنطقة، ومنها طبعا البعثة البريطانية التي أتت إلى فلسطين وبلاد الشام عام 1871 ووضعت 26 خريطة و12 مجلد عن بلادنا، وكانت هذه أساس الحرب العالمية الأولى. صحيح. الإنبي استعمل هذه الخرائط لاحتلال فلسطين وبلاد الشام.